والحقيقة السؤال حول الأعداد الحقيقية المتبقية للقوات الأمريكية على الأراضي الأفغانية ولو هناك قوات أجنبية أخرى. اصلا هناك قناه مشترك بين حركه طالبان والقوات الامريكيه في الدوحه التي تفتش كل القاعده التي تخرج من القوات الامريكيه. وحدها حركه طالبان هي من تعرف الحقيقه كم خرجت من القوات وكم هي متبقيه، وذلك ايضا لاجل ذلك القناه المشتركه الذي انشئ بعد اتفاقيه الدوحه وهم يعملون على ذلك. الصحفيين وكذلك نحن كمحللين وخبراء وكذلك حتى بعض المسؤولين الحكوميين الذين نسألهم، سألنا بعض المسؤولين الحكوميين كم خرجت من القوات وكم هي باقية، هم لا يعرفون العدد. فأنا على ما أظنه هي شيء مجهول لا يعرفه إلا حركة طالبان والقوات الأمريكية، وذلك أيضا أنا كما تصرحت لأجل ذلك القناة المشتركة. لكن حتى لا يوجد أعداد تقديرية، يعني ليست أعداد دقيقة، أعداد تقديرية، هل تتعدى 5000، تتعدى 10000، يعني في هذا الإطار؟ لا لا، حتى الآن أنا الأعداد التقديرية هي لا تتجاوز عن 3000، لأن القوات الإيطالية خرجت وكذلك قوات الألمانية خرجت نعم. وكذلك هناك دولة اسمها تشيك هي خرجت، فنلندا خرجت، فهذه الدول كانت لها عدد كبير، إلا أن هناك تركيا وكذلك بريطانيا وأمريكا، هذه الثلاث دول التي لها عدد كبير من القوات في أفغانستان هي لا زالت متبقية. هناك فقط 600 جندي لتركيا، وكذلك العدد الأكبر سيكون الآن حاليا لأمريكا ثم تركيا وثم بريطانيا. فإذا كان لتركيا 600 فلا بد أن يكون لبريطانيا أقل من ذلك، فالعدد الأكبر هي للقوات الأمريكية ولا يتجاوز عن 3000 على ما أظن.